بن مصبح بن جرش الغفري يأتي ثالثا ودور المركز الرابع، وهنالك القادم نجد للسيد عبد العزيز بن منصور الهاتري من يحتل المركز الرابع. خامس التحديات هنالك شاهين عبد الله بن محمد بن مسلم المحرمي يأتي على المركز الخامس. خمسة نجوم، خمسة عمالقة، نتابع الأسماء القادمة ما بعد الخمسة المراكز الأولى. وهنالك شعار بن شريم يتقدم الآن سعد بن طالب بن محمد بن شريم مع انطلاق شاهين على مستوى المركز السادس. المركز السابع وصول شعار المتحدي يتقدم الآن على مستوى المركز السابع في هذه التحديات وهذا الانطلاق. غازي رسيد جمعة بن محمد بن جبر المهيري ثامن المراكز. هنالك الاسم القادم يتقدم همنول علي بن سعيد بن سالم الاكتبي المركز التاسع. مشاهدينا متابعينا الكرام لنتابع هذه الأسماء القادمة والواصلة. هنالك من يصل حامل رقم 57 أشقر محمد بن خاتم بن محمد الشامسي يأتي على المركز التاسع وعاشر التحديات. ختام هذه الجولة هنالك قناد السيد عوض بن حمد بن خويتم بن بخيت العامري. هذه النتيجة للعشرة المراكز الأولى التي تأتي معنا في النداء الأول. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المركز الأول. هنالك الانطلاق الأول شعار بن نصرة يغير الأمور، ينطلق يتسلل إلى مقدمة الشوط. الذيب سالم بن محمد بن صالح العامري شعار المفاجآت يأتي هنا على المركز الأول والانطلاق الأول يتربع على عرش الصدارة وعرش المقدمة. غازي يتابع انطلاق شعار المفاجآت، يتواجد غازي لسيد سالم بن مصبح بن جرش الغفري يأتي ثانيا. المركز الثالث وصل الماركة لسيد محمد بن راشد بن محمد الهاملي يتواصل هنا ويواصل التحديات ويكمل المسار على المركز الثالث. ثلاثة أسماء مميزة نتابع هنالك على المركز الرابع. وصل شعار المتحدي يتقدم الآن هنالك مع هذا الانطلاق الجميل غازي لسيد جمعة بن محمد بن جبر المهيري على المركز الرابع. خامس التحديات همنول علي بن سعيد بن سالم الاكتبي على المركز الخامس. اكتفي بالخمسة النجوم الأولى بالخمسة المراكز الأولى وأعود إلى مقدمة الشوط. الذيب الذيب مسيطر على المركز الأول. سالم بن محمد بن صالح العامري لا زال هو المسيطر على مقدمة الشوط. غازي يتواجد في دائرة التحدي ودائرة المنافسة على المركز الثاني. سالم بن مصبح بن جرش الغفلي المركز الثالث. الماركة يواصل هنا لسيد محمد بن راشد بن محمد الهاملي. وصل الهاملي أيضا على المركز الرابع. هملول بدأ يتقدم. علي بن سعيد بن سالم الاكتبي يتسلل إلى المركز الثالث. بن شريم قادم على المركز الخامس. هنالك شاهين سعد بن طالب بن محمد بن شريم المري وهنالك شعارات واسماء قادمة ما بعد الخمسة المراكز الأولى. أتابع هنا على المركز السادس يتقدم مياس محمد بن مبارك بن ناصر المنصوري وأيضا المجازف. وصل المجازف وحذاري من شعار المجازف من وصل هنا على المركز السابع. المركز الثامن من شاهين لسيد مبارك بن علي بن سالم العامري يتقدم على المركز الثامن. وتاسع التحديات وصل شعار بن عقيل وايضا هنالك المتقدم هداد محمد بن عتيق بن زيتون المهيري وهداد جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل النابت. اعود الى مقدمة الشوط. الكيلو الخطير وبالنصر على المركز الأول. الذيب سالم بن محمد بن صالح العامري على المركز الأول على مقدمة الشوط. يا سلام. المركز الثاني هملول على ثاني التحديات علي بن سعيد بن سالم الاكتبي. المركز الثالث هنالك غازي سالم بن مصبح بن جرش الغفلي. بدأت التحديات ما شاء الله تبارك الله، بدأ الانطلاق، بدأت الإثارة. مقدمة الشوط الذيب مع بالنصر، بالنصر مع الذيب على المركز الأول.
ثانيا غازي سالم بن مصبح بن جرش الغفري يحاول من الجانب الايمن ولكن الله الله وصل مياس محمد المبارك بن ناصر المنصوري وصل هنا يغير على المركز الثاني في طريقه الى مقدمه الشوط ولكن الذيب بن نصره والمنصوري وصل المنصوري تسلل الى مقدمه الشوط محمد بن مبارك بن ناصر المنصوري مياس في اللحظات الاخيره يندفع بهذا الناموس المميز وناموس عاصمه الميادين غير يا المنصوري سلام لمالك مياس محمد بن مبارك بن ناصر المنصوري هادف بن حمد بن عفصان شكرا لمن قدم هذا الناموس المميز المركز الثاني وصل الذيب سالم بن محمد بن صالح العامري المركز الثالث ثالث المراكز الشاهين مبارك بن علي بن سالم العامري المركز الرابع حملول علي بن سعيد بن سالم الكتبي المركز الخامس لدى لجنة الخط والتحكيم هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام انتهت مجريات وتحديات هذا الشوط تهانينا والناموس لمالك مياس محمد بن مبارك بن ناصر المنصوري على هذا الفوز والانتصار ايضا تهانينا والناموس لسيد هادف بن حمد بن عفصان توقيت 7:27 وجزئين من الثاني تهانينا والناموس المركز الثاني الذيب لسيد سالم بن محمد بن صالح بن نصرة العامري وصل بتوقيت زمني 7:27 9 أجزاء من الثاني تهانينا والناموس المركز الثالث شاهين سيد مبارك بن علي بن سالم العامري التوقيت الزمني قاطع مسافة 5 كيلومترات 7:29 7 أجزاء من الثاني تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله مساءكم جميعا أعزائي المشاهدين والمتابعين جمهور الأصالة والتراث